أخبار اليوم. يسلم السيد الوزير المحافظ للسيد اللواء ممدوح شعبان نائب رئيس مجلس إدارة جامعة الرمان. خلاص يا باشا للسيد الوزير احمد زكي بدر وزير التنميه المحليه. اوعى درع مشايخ القبائل شمال سيناء يسلموا الحاج سليمان الزمرور للسيد الوزير المحافظ محافظ شمال سيناء السيد اللواء ارتاد حرب السيد المحافظ حقوق. للسيد اللواء أركان حرب محمد الدش رئيس أركان الجيش الثاني الميداني. درع مشايخ قبائل سيناء يسلم له الحاج سليمان الزمرود للسيد اللواء حمدي مدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية. درع مشايخ قبائل شمال سيناء يسلمه الحاج سليمان الزبلوط للسيد اللواء